مركز رعاية وتنمية الطفولة جامعة المنصورة. أنشأت جامعة المنصورة دار الحضانة في عام 1980 ميلادياً، وقد تم اعتمادها في 1987 ميلادياً. يهدف مركز رعاية وتنمية الطفولة إلى تقديم الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية لأطفال محافظة الدقهلية، تيسير التدريب العملي لطالبات كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة لإكسابهم الخبرة الميدانية في مجال الطفولة، تقديم الخدمات الإرشادية والتعليمية لأولياء الأمور في مجال رعاية الأطفال العاديين أو الفئات الخاصة، إنتاج الوسائل والمواد التعليمية اللازمة لرعاية وتنمية قدرات الأطفال، تشجيع البحث العلمي وتنمية الأطفال العاديين أو الفئات الخاصة. وحدة الحضانة ورياض الأطفال، والتي تقوم بتقديم خدمات تربوية نفسية اجتماعية تعليمية وترفيهية للأطفال من سن سنتين إلى ما قبل 6 سنوات، وتستقبل الأطفال من أبناء العاملين بالجامعة وخارجها، وتهدف إلى تقديم كافة الأنشطة التربوية والترفيهية التي تساعد على تنمية جميع جوانب الشخصية للطفل: العقلي، المعرفي، المهاري، التربوي، الاجتماعي، الأخلاقي. تقوم الوحدة بعقد حفلات للأطفال مثل حفل عيد الطفولة، حفل عيد الأم، الحفل الختامي للأنشطة التربوية. كما يتم تدريب الأطفال داخل العديد من قاعات الأنشطة التربوية والترفيهية: قاعة الموسيقى مونتسوري، المكتبة، صالة للأنشطة الحركية، ملعب كرة القدم، مسرح لعرض أنشطة الطفل، وحدة الفئات الخاصة، وهي وحدة ذات طابع خاص تستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة من سن سنتين إلى 10 سنوات، وتستقبل حالات مختلفة من الإعاقات مثل التوحد، الشلل الدماغي، تشتت الانتباه، متلازمة داون، تأخر عقلي، زرع قوقعة،